الله. السؤال الأول في سورة المؤمنون: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب فتعالى عما يشركون. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإما على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإما على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادر ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله لهم الحسنى. وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولله ما في ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نمتعهم قليلا ثم لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد،
الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ادخلوها بسلام هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.